اسمح لي أقدم لحضرتك الباشمهندس أحمد حسن، مدير التشغيل التنفيذي للمحطة، يشرح لحضرتك كيفية الإدارة. شكرا. أهلا بحضرتك. حضرتك معنا هنا في غرفة التخطيط والمتابعة، جزء من قسم العمليات. العمليات كلها، أي عملية بتتم في المحطة لازم تمر عن طريق الغرفة دي، هي العقل المفكر للمحطة، من أول مرحلة استلام البيانات لكل حاوية. زي ما حضرتك شايف قدامك، عندنا هنا المراكب اللي على الرصيف، وعندنا هنا عن طريق نظام التشغيل، أحدث نظام تشغيل بنستعمله هنا، بنقدر نشوف الساحة كلها بأماكن الحاويات، كل حاوية معروف مكانها، بحيث لما بنحتاج ناخدها تاني بنقدر نوصل لها من اللحظة الأولى، ما بندورش عليها. المراكب اللي واقفة وعدد الأوناش اللي شغالة على كل منها ومعدلات المراكب والخطة الموضوعة للحاويات على كل مركب. الشاحنات قدام حضرتك هنا بتتهندل عن طريق ونش الساحة، بيتعامل مع الحاوية، بينقلها من الساحة للشاحنة، وبتتحرك بعد كده توصل للمركب على ونش الساحة العملاق، هو اللي قدام حضرتك هناك، بياخد الحاوية من الشاحنة يطلعها على المركب في المكان المخطط ليه. نفس العملية بتتم في حالة التفريغ، الحاوية الونش العملاق بيفرغها على الشاحنة، بيظهر قدام سواء الشاحنة التعليمات اللي وصلت له من السيستم، بيتحرك للساحة المكان المحدد ليه مسبقا، بيتعامل الونش تاني مع الشاحنة وياخد الحاوية يحطها في المكان حسب الخطة الموضوعة. الحاوية دي ممكن تكون خارجة من البوابات كوارد، ممكن تكون داخلة من البوابات، أو ممكن تكون حاوية ترانزيت بتنزل من مركب وتطلع على مركب تاني. كل ده بيتم بدون تدخل أي بني آدم في الساحة للحفاظ على السلامة وسهولة العمليات. كل شيء مميكن. كل التعليمات شاشات على كل الأجهزة بتديله المعلومة بالأمر المفروض ينفذه. يشتغلوا كم ساعة؟ كل وردية بتشتغل 8 ساعات، لكن موجودين 24 ساعة وما فيش أجازات. في أي لحظة الأوضة دي فيها ناس هم اللي مشغلين المحطة. بس دولة ورديات يعني؟ ورديات. من وفاق؟ شكرا لحضرتك، منورنا. شكرا لحضرتك. شكرين، توفيق إن شاء الله. اوعى تتخنوا، اوعى تتخنوا، لازم الرياضة والكلام ده عشان ظهركوا والحاجات دي ما يحصلوش حاجة. صحيح، خلي بالك احنا من الكلام. طبعا. شكرا، ميرسي.